غادر منزله وترك ابنه الرضيع ليعمل في قطر منذ 19 عاماً ليتنقل بين السجون ومراكز الاعتقال. إنه روشان كومار عميد المعتقلين في قطر. بدأت مشاكله بالدوحة في يناير من عام 2001 باصطدامه بالسيارة لاند كروزر من الخلف، وعلى إثرها حكم عليه بدفع مبلغ 2000 ريال قطري ليقضي 6 أشهر في السجن دون مساعدة الشركة التي يعمل لديها منذ عام 1997. وبعد إطلاق سراحه تفاجأ كومار بإغلاق الشركة نهائيا، وجواز السفر الشيء الوحيد الذي استرده من مستحقاته الضائعة. وحينما ذهب إلى المطار علم بمنعه من السفر، وفي لحظات يائسة حاول انتهاك قواعد المرور على أمل اعتقاله وترحيله إلى بلاده.